نروح للأستاذ نبيل العمر. أستاذ نبيل، أنا كان في نيتي أسألك عن الحوار الوطني، بس هأجل السؤال لجولة الحوار اللي جاي. هسألك عن العقد الاجتماعي. يعني في خطاب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 لم يعد إلا بالعمل ولم يطلب إلا العمل، وكان الوعد الصريح بأننا سنرى عزف جديد للدولة المصرية. لو حضرتك شرحت العقد الاجتماعي، وإحنا دلوقتي بنقول إحنا في مرحلة العبور للجمهورية الجديدة، تشرحوا لنا إزاي بقى؟ المجتمعات لا تتقدم إلا بالعمل. العقل. المجتمعات لا تتقدم إلا بالعمل، لأن أي أفكار عظيمة إذا لم تتحول إلى عمل على أرض الواقع تظل أفكار في الفضاء. العالم صحيح الناس المفكرين أو الفلاسفة أو أيا كان بيفكروا، لكن ده كي يتحول إلى واقع ما قدموش غير سكة واحدة بس، العمل، وعمل جاد وعمل منظم وخاضع للتفكير العلمي المنظم. غير كده يبقى كلام يبقى كلام في الهواء او دخان في الهواء. تقول كلام في السياسه بس عشان ما ازعلش. لا، كلام في السياسه احنا بنقوله. وبالتالي فكره العمل هو برجع قيمه كان بدات الناس تشك فيها او ما مارسهاش. احنا قعدنا سنتين قاعدين في الميادين، مصانع مقفوله، شركات مقفوله، بنتحرك بصعوبه، نسينا فكرة العمل أصلا كمان. وعايز أقول دي خسرنا فيها مئات المليارات. على فكرة الكلام ده كله تمن، مفيش حاجة ببلاش. العالم أو الدنيا في حركتها لا تعرف الأشياء المجانية، سواء قبلنا الفكرة أو ما قبلناهاش، دي مش علاقة بيها، قبول أو رفض، لكن كل حاجة ليه تمن موجود في الحياة، مفيش حاجة بلا تمن. فالعمل هو اللي بيسد، هو الذي يدفع أثمان ما نفعل في هذه الحياة. وبالتالي يبقى العقد الاجتماعي الجديد اللي بيني وبينك عشان نبني هذا الوطن ونعيده كما نريد أن نعمل، أنا أعمل وأنتم أيضا تعملون، أنا أعمل بمنتهى الجدة وأنتم أيضا تعملون بمنتهى الجدية، وإلا هنظل ندور، لأن إحنا بقالنا زمن طويل في حاجة فرق بين حاجتين من حل المشكلات ومطاردة المشكلات. نحن عشنا فترة طويلة جدا نطارد جميع مشكلات لكن لا نحلها. نتحدث عن أزمة كان ولا نحلها، نتحدث عن أزمة انتقالات ولا نحلها، نتحدث عن أزمة رغيف عيش ولا نحلها، نتحدث عن أزمة بطالة ولا نحلها. وعايز أقول لك ونتحدث عن هذه الأزمات مش عايز أقول لك من بداية القرن العشرين. يعني أنا لما أجي راجع الحوار اللي كان داير في القرن العشرين او الحوار اللي داير سنه 1950 او بنتفرج على افلام زمان، افلام القديمه سي عمر او 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 الى اخره، او العزيمه اللي كان يتحدث عن البطاله، او السوق السوداء الذي كان يتحدث عن تجاره السوق السوداء والسلع، ودي افلام على فكره قبل 52 عشان بس الناس انا كان في بتتكلم عن جنه فائته يعني، وهذا لم يحدث ولم يكن له وجود في مصر على الإطلاق. ففكرة أن ننتقل من مطاردة المشكلات إلى حل المشكلات دي أنا شخصيا بتصور أن دي طفرة في التفكير المصري، طفرة في التفكير المصري، أن إحنا نبتدي نحل مشكلاتنا ولا نطاردها. نطاردها يعني نخففها، ده اللي أنا أقصده، لكن تظل موجودة. يعني بدل ما خنقانة قوي طب تخنقنا نص نص، ربع ربع، شويه شويه، ادي احنا ماشيين بنحل فيها. طبعا المشكلات لا تنتهي من الحياه، وفي مشكلات كنا بنودي وشنا منها الناحيه الثانيه او الناحيه الثالثه او الناحيه الرابعه، عشان كده بتتفاقم وبتزيد والى اخره. يعني احنا مثلا في ازمه التعليم تنينا نودي مشكلنا الناحيه الثانيه، الى حصل ان ممكن طالب يتخرج من المدرسه الاعداديه ويخش اولى ثانوي ولا يوجد القراءه والكتابه، او يخطئ في العمليات الحسابيه. دي حاجه يعني تخيل ان حد طالب يقعد في المدرسه يدرس 9 سنوات كامله وانت ما بيعرفش يقرا ويكتب، او يقرا غلط، او يخطا في الاملاء اخطاء فادحه وقاتله. ده نوع من المشكله. احنا اتكلمنا عن التعليم وفي يعني
مشكلة تانية يعني في الحاجات اللي كنا انا اقصد ان لان العقد الاجتماعي الجديد دائما في الفكر الدارج او العادي هو عقد سياسي علاقة ما بين السلطة والمواطن باشكال مختلفة. نمط لا، العقد الجديد اللي بيني وبينك هو العمل. احنا نريد جودة في الحياة، وجودة الحياة لن تتم الا بالعمل. ده اللي انا، لكن هنتكلم كلام بقى سياسيين من اللي احنا بنقعد على كافيه ونقعد نتكلم في السياسه انا وانت، اقول لك نعمل عقد العلاقه ما بين المواطن والسلطه يبقى شكلها ايه ومش عارف ايه وحقوق، ونتكلم على الحريات، وده شيء مهم بالمناسبه. بس انا من انصار جوده الحياه قبل اي حاجه في الدنيا. يعني جوده الحياه تحقق كل شيء بعد كده تحقق بها اللي انا حضرتك بتتكلم عن العمل والعمل. علم اجتماع بتقول ايه؟ حضرتك بتتكلم من زاويه علم النفس وعلم الاجتماع، بتتكلم من زاويه سلم الاحتياجات الانسانيه. انا مع الاحتياجات الانسانيه من يوم ربنا خلق الانسان، من اول لحد ما بدا يبني الحضاره. هو بناها ازاي؟ بنى الحضاره ازاي؟ انا السكه دي انا احب امشي فيها، مش ما بمشيش بالعكس يعني.